زياد يعني انت مواليد 2003 تمام، فانت تعتبر من الصغيرين في الفرقه صح؟ تمام. وبتلعب مركز اثنين، عندي معلومات مظبوطه؟ تمام. طيب انت مثلك مين؟ عايز تبقى زي مين في المركز ده؟ زي كابتن احمد صلاح طبعا، يعني كله عارف كده، كله عارف كده. ما فيش، لما بسال السؤال ده لاي حد في مركز اثنين ما بيترددش ثانيه. كله طبعا، كابتن احمد صلاح اسطوره يعني طبعا. صحيح. طب انت لعبت بطوله افريقيا اللي فاتت؟ لا دي اتلغت، او احنا ما شاركناش فيها عشان طلع فينا حالات كورونا في المعسكر الاخير. ده كان فين؟ كان المعسكر هنا باين في الـ في الـ في الـ قبل المسح اللي قبل السفر. قبل السفر كان في، كان الولاد فيهم واحد، وكان معانا برضو الناشئات كان فيهم 8 اظن. البنات هم اللي كان من فيهم جهاز. ما رحتوش؟ كانت في نيجيريا باين تقريبا. في نيجيريا انا فاكر صحيح، واعتذر. في نيجيريا واعتذرنا. كنت دي صوره طبعا اسطورتنا الكابتن احمد صلاح. طبعا اللي كلنا، مش انت بس، انا كمان عايز ابقى زيه. ما شاء الله اسطوره كبيره جدا جدا يعني، وحاجه تشرف يعني. فمركز اثنين خلي بالك يعني من المراكز المهمه جدا، وما شاء الله لما شفتك ما شاء الله انت طويل، انا افتكرتك خمسه يعني حاجه يعني سنت. بلوكر يعني حاجه محترمه. طب الطول ده بيساعدك؟ شايف ان ده ميزه كويسه ان مركز اثنين يبقى طويل؟ يعني احمد صلاح طويل بس مش الطول الفارع يعني. شايف الطول في مركز اثنين بيفيد ولا لا؟ هو بيفيد يعني طبعا، بس اهم حاجه المهاره يعني، غير الطول. مهارات زي يعني سرعه الضرب، توجيه الضرب، قوه الضرب وتوجيه الضرب والبلوك بتاعك. ده بيبقى اهم من الطول يعني بكتير يعني. شايف ان ده اهم بكتير من ان انت يعني تبقى مجرد بس طويل. بالظبط. طب قول لي يعني انت بتطلع تتمرن مع الدرجه الاولى صح؟ شاركت حاجه السنه اللي فاتت معاهم؟ شاركت معاهم في الدوري. لعبت ماتشات ايه؟ لعبت ماتش هليليدو. السنه دي بدانا معاهم ماتشات وديه. عملت ايه؟ فاكر انت عملت ايه؟ فاكر. ايه قول لي. نزلت لعبت معاهم اخر جيمين، او اخر جيم. اخر جيم؟ لعبت كله؟ كله. حطيت فيه كام نقطه فاكر وبتاع؟ ما تنسيش ده، خد بالك. لا مش فاكر الصراحه كم نقطه بالظبط، بس لعبته حلو يعني، ده فاكر انا كابتن محمد صالح اتبسط منه. يعني انت مثلا 2002، انت 2003 يعني، انت كان ساعتها السنه اللي فاتت 2020 يعني، انت كان عندك ساعتها 17 سنه. تمام. دي كانت اول مشاركه ليك؟ دي كانت اول مشاركه ليا مع الدرجه الاولى. ولسه بتتمرن معاهم لغايه دلوقتي؟ لسه لحد دلوقتي. طب اجي لاياد، يعني اياد نفس الكلام، انت لعبت مع الدرجه الاولى حاجه الماتش السنه اللي فاتت؟ لا، السنه اللي فاتت تقريبا كان الفتره اللي هو جاء موجه كورونا دي. كان في لعيبه كتير قوي مصابه. فساعتها صعدت ولعبت ماتش واحد. لعبت ايه؟ لعبت ماتش كان الشرقيه الدخان في الشرقيه الدخان. ده كان ماتش قبل ماتش الزمالك؟ لا، ده كان تقريبا في الادوار التمهيديه. انا فاكر لما كان اللعيبه الدوليين بره، ولا كانت كورونا؟ لا، هو كان كورونا، كان في ناس كتير قوي عندها كورونا. وفاكر لعبت كام شوط وكده ولا لا؟ ما لعبتش. مش ده على فكره، احنا كلنا لما كان يتقال لنا بس تعالى بكره الماتش ما كناش بننام يعني، حتى لو ما لعبتش. فده كانت بتبقى حاجه كويسه جدا. طيب انت ماسك الاعلى مين؟ انت في مركز اربعه بقى. يعني مثلا في ناس كتير قوي انا بصراحه نفسي ابقى زيها يعني. مين؟ قول لي لعيبه عالميه يعني. قولي. مثلا في ايشيكاوا منتخب اليابان، لعيب جامد جداً, جدا يعني. بس اول مره حد يختار حد من منتخب اليابان، دي لقطات من البطوله على فكره وفرحتكم. بص الفرحه كانت جامده يعني، لان انتوا عملتوا اصلا يعني شويه تشويق لنفسكم انتوا. احنا الجيل ده عمرنا ما خدنا البطوله دي غير الاول، دي اول مره. طب ده معلومه حلوه. والله مش بنفسنا التشويق ولا حاجه، نفسنا بتيجي كده. والله يا كابتن احنا ما بنفسناش نشوق حد ولا عادي يعني، عايزين نخلص والله العظيم يا باشا. بقول لك مش كسبت. بالظبط. خلاص يا عم انت كده تمام.